يعني كيف ترى انهاء الاعتصامات في المنطقة الخضراء بعد بيان سيد مقتدى الصدر في الحنانة؟ مساء الخير عزيزتي عليك وعلى كافة مشاهدي قناة دجلة الفضائية المحترمين. الحقيقة كانت اليوم خطوة جبارة من قبل السيد الصدر اتجاه إنهاء ما يسمى بالاقتتال الطائفي أو الاقتتال الشيعي الذي كان معول أن يكون من قبل البعض، أن هناك قتال شيعي، وهناك أصوات تعالت وهناك نداءات طالبت الطرفين، ونحن كمراقبين للوضع السياسي طالبنا بإنهاء أو إيقاف الدم العراقي الذي سقط خلال ليلة البارحة، الذي تجاوز 10 شهداء وأكثر من 30 جريح بحسب الإحصائيات الغير رسمية حقيقة، والتصعيد الذي حصل من قبل الطرفين وكان تصعيدا غير رسمي وغير من غير القنوات الرسمية للطرفين، إن كان الطرف التيار الصدري والطرف الآخر. الحقيقة كانت خطوة جيدة من قبل السيد الصدر، لام بها الطرفين، لم يثني على أحد، قام بشكر الحشد الشعبي واعتذر من الشعب العراقي وكل ما حدث في المؤتمر، وكان عاطفيا للشعب العراقي ومقبولا من قبل الشعب العراقي، وهذا ما لاحظناه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وكذلك رأي الشارع العراقي بالرضا عن إيقاف نزيف الدم وسحب المتظاهرين الغير سلميين من الخضراء، وكذلك سحب المتظاهرين بشكل عام. نعم سيد ميثم، يعني سيد مقتدى الصدر أصر على الاعتزال من الحياة السياسية، برأيك ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك القرار؟ سبق للسيد الصدر أن اعتزل الحياة السياسية سابقا وعاد لها، ولكن هذه المرة قد يكون الاعتزال النهائي للسيد الصدر حسب ما جاء بخطابه الأخير، أنه بتوجيه من المرجع الذي يقلده أنه طلب الاعتزال واعتزل، وكذلك للأحداث السياسية الفائتة من انسحاب التيار الصدري أو الكتلة الصدرية من مجلس النواب الـ 73 نائب، وكذلك الاعتصامات. طالب السيد الصدر أن تكون هناك أغلبية وطنية وشكل تحالف ثلاثي سني شيعي كردي. لم يفلح السيد الصدر أو لم ينجح السيد الصدر بتشكيل حكومة ذات طابع جديد وهي طابع الأغلبية الوطنية. بعد سحبه لمجلس النواب حاول منع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة العراقية بعد انسحابه يترأسها محمد إشياع السوداني. نعم سيد ميثم، يعني الجميع رحب بمبادرة السيد مقتدى الصدر، برأيك هل هذا هو بداية لنهاية العملية السياسية أم هي بداية لعهد جديد؟ لا يمكن الحرز أنها هل هي بداية لنهاية العملية السياسية، حيث أن الأطراف السياسية الأخرى ما زالت متمسكة بترشيح محمد إشياع السوداني، وكذلك عدم التوافق على حل مجلس النواب وعمل انتخابات مبكرة. لم يتم رضا السيد الصدر من قبل الطرف الآخر وهو طرف الإطار التنسيقي. هناك محاولات كردية سنية اتجاه إرضاء السيد الصدر، ولكن الجميع لم ينجح، ولم يذهب السيد الصدر إلى طاولة الحوار التي طالب بها الجميع. طالب في فترة من الفترات أن يكون هناك حوار مفتوح ومباشر أمام الشعب العراقي، رفضه أو لم يصدر رفض أو قبول من قبل كافة الأطراف. أعتقد أن العملية السياسية جارية، ولكن هل سيعمل الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية العراقية بحلحلة الأزمة وسحب ترشيح محمد إشياع السوداني، وكذلك تحديد موعد للانتخابات المبكرة، تعديل قانون المفوضية كما كان يطالب السيد الصدر، أو عفوا بقاء قانون المفوضية المفوضين وبقاء قانون الانتخابات كما كان يطالب السيد الصدر؟ هل سيعتمدون على كل هذه الأمور إلى الآن لم تتضح من قبل القوى السياسية الأخرى؟ أعتقد أنه من المفترض كما تنازل السيد الصدر على الجهات الأخرى والأطراف الأخرى
أن تقدم تنازلات للشعب العراقي لإرضاء الشعب العراقي لا لإرضاء السيد الصدر، بالتنازلات كبيرة من أجل حلحلة الوضع السياسي، وكذلك إعطاء الحق للشعب العراقي بتقديم ما يريدوه إن كان هناك مطالب بانتخابات مبكرة أو انتخابات شبه رئاسية، تعديل الدستور وهو مطلب عراقي مهم من جميع الأطراف وخصوصا من الشارع العراقي الذي من طالب به منذ عام 2019 إلى يومنا هذا. اليوم هناك مطالب بأن يكون النظام شبه رئاسي وانتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشارع من المواطن العراقي. كل هذه لم يخرج لنا أي طرف سياسي إلى هذه اللحظة بإيضاح الوضع السياسي أو الشأن السياسي أو ما يريدون فعله في قادم الأيام. لم نرى إلا مباركات ولم نرى إلا شكر للسيد الصدر لما قدمه اليوم من تنازل وكذلك حقنا للدماء العراقية. نعم، يعني سيد ميثم، كيف ترى انضباط القوات الأمنية في الأحداث الأخيرة إذ كانت على مسافة واحدة من الجميع؟ كان هناك انضباط كبير جدا من قبل القوات الأمنية. رحم الله شهداء القوات الأمنية الذين سقطوا، حسب علمنا ما ورد إلينا أن هناك سقوط شهداء وجرحى من قبل القوات الأمنية. لم ينحازوا إلى طرف دون آخر. الانضباط العالي لديهم ونزع السلاح وعدم استخدام القوى المفرطة أو حتى القوى الغير مفرطة اتجاه أي جهة من المتظاهرين. قد يلام أو يلوم البعض القوات الأمنية كيف دخل المتظاهرين إلى الخضراء، كيف دخل المتظاهرين إلى القصر الحكومي. كان أي تدخل من قبل القوات الأمنية وصدام مع الطرف دون آخر، هذا قد يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بالمئات أو بالعشرات، وقد لا نبالغ إن قلنا بالآلاف. كان وقوفهم على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتفاهمهم للمسؤولية التي وقعت على عاتقهم كانت كبيرة جدا. نشكر قواتنا الأمنية حقيقة لعدم زج القوات، عدم زجهم وتدخلهم في الصراع الذي كان ليس لهم لا ناقة ولا جمل به. نعم، يعني الآن هناك ترقب للمشهد في العراق، يعني ما المطلوب لمنع عودة الفوضى إلى الشارع؟ برأيك هل الحل هو بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؟ أعتقد هذا المطلب أصبح الآن مطلبا عراقيا. حل مجلس النواب هذا أصبح الآن مطلبا كبيرا وواسعا وشعبيا، لما للفشل الذي وقع به مجلس النواب من إعقاد الجلسات. والأهم من ذلك هو كيفية تنظيم عمل مجلس النواب في الفترة القادمة وكيفية وآلية انتخاب أعضاء مجلس النواب في الفترة القادمة. هل سيتفق الأطراف؟ هل هناك رضا من الشارع العراقي على هذا القانون؟ أعتقد بحاجة الآن إلى جلسة وحوار اتجاه تغيير قانون الانتخابات وكذلك العمل الحقيقي والجدي على إقناع كافة الأطراف السياسية أن العراق بحاجة إلى تعديل دستوري. الفوضى والمشاكل التي السياسية والإرهاصات السياسية وما نعانيه اليوم وكل ما نعانيه اليوم من مشاكل هي لعدم وجود عقوبات دستورية ومدد واحترام للمدد الدستورية. انقضت مدة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وإلى آخره من المدد الدستورية ولم يكن هناك رادع. رميت الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية والنص الدستوري، والنصوص الدستورية حددت عمل المحكمة الاتحادية ولا تستطيع المحكمة الاتحادية تجاوز هذه النصوص التي فرضها القانون والدستور عليها. أعتقد نحن بحاجة إلى تعديل دستوري، نحن بحاجة إلى إعادة انتخابات، بحاجة إلى برلمان جديد يكون واضح المعالم، بحاجة إلى مشاركة واسعة من المجتمع العراقي بالانتخابات القادمة. كل هذا أعتقد أنه في الأيام القادمة يحتاج إلى حكمة من السياسيين
والكتل السياسية الموجودة لإرضاء جميع الأطراف، وخصوصا الشارع العراقي الذي بدأ بالغليان الآن بسبب تردي الخدمات وسوء الأوضاع التي يعاني منها، إن كانت سياسية واجتماعية واقتصادية وخدمية وغيرها.